سامي شافها احساسك؟ احساسي ياسر ياسر مزيان خاطر الشهر اللي فات عملنا روبيراج في جندوبه ومشينا لعين دراها ومشينا بني متير باش نصرفوا في البلايص هذوما كور متراج نتاع عادل نحبوا نوريو اكل بوان تونس مزيانه على الاخر في المناطق هذوما باش تكون حاجه من وراء العقل. عادل وكوثر مره اخرى مرحبا بكم في تونس واليوم باش نمشيو ونزوروا منطقه في الشمال الغربي نتاع تونس واللي هي جندوبه. وات ار يور اكسبكتيشنز؟ انا شفت شويه من التصاور وفهمت باللي غتكون بلاصه هكا فاشجار و العود فهمتي؟ يس وانت كوثر؟ وين ماشي؟ احساسك احساسك على البصل باش تمشي ولا؟ يا كوثر يهديك يا بنتي كنت تحشني ما كتحشمني علاش؟ هاي السلام عليكم يا جماعه هاي سي سريع متقابلوا في جنوب باي امشي 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 شوف الهواية ليه 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 منا 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 يا ودي منا فاهم في المغرب نفس المشكل وفي تونس تعاود توترني واش باغي ترد لي الصرف قول لي يا عادل